المواطنين في منطقة العيلفون شرق الخرطوم احتجاجا على السياسات الاقتصادية الجديدة. استنكر المتظاهرون إصدار أحكام بالجلد على بعض من قبض عليهم في المظاهرات الاحتجاجية. وفي مدينة القضارف شرق السودان أحرق المتظاهرون إحدى دور حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ومعنا من الخرطوم مراسلنا الطاهر المرضي. الطاهر، إلى أي مسار تسلك الأمور في الخرطوم، ولا سيما مع ما يبدو أنه محاولة من النظام لعدم السماح للاحتجاجات بالسير قدما؟ نعم، الأمور ما تزال متوترة، والأوضاع يسودها الترقب من حين إلى آخر، والدعوات للخروج إلى المظاهرات ضد الحكومة السودانية مستمرة، وخاصة وأن بالأمس كانت هذه المظاهرات أبرزها في مدينة القضارف التي اجتاحت السوق، وعددا من أحياء المدينة المتظاهرين هتفوا ضد هذه السياسات وحملوا الحكومة السودانية مسؤولية الأوضاع. وكذلك الأوضاع كانت في الخرطوم بالأمس أمام مقر حزب المؤتمر الشعبي، حيث كانت هذه المظاهرات أيضا احتجاجية تسير في هذا الإطار، وكذلك في مدينة العلفون التي احتج المتظاهرون فيها على أحكام بالجلد على عدد من المتظاهرين. كانت كل هذه هي الأشياء، خاصة وأن حزب الأمة بالأمس كان لديه اجتماع طارئ رفض فيه أيضا الالتزام برسالة من السلطات الأمنية مفادها بوقف النشاط الجماهيري بدار الحزب، وقال إن هذا القرار أو هذه الرسالة من السلطات الأمنية تعد خرقا وضد القانون الدستوري الذي يتيح للأحزاب المسجلة قانونا أنها تمارس نشاطها في الدور، وبالتالي تسير الأمور في هذا الاتجاه في مواجهة هذه السياسات. وهنالك دعوات متكررة أيضا لهذا التصعيد، كما ذكر ذلك حزب الأمة أنه يقف مع المتظاهرين ضد هذه السياسات وسيستمر إلى أن تتحقق الأهداف. أيضا قيادة الأحزاب بالأمس في الندوة تحدثوا عن الآثار السالبة لهذه السياسات، وحملوا الحكومة الأوضاع السياسية مسؤولية الأوضاع السياسية ودعوا إلى إسقاط النظام، لكن الحكومة السودانية قللت من هذه المظاهرات وقالت هي عبارة عن ردود فعل متوقعة بسبب هذه السياسات، وأن ما اتخذته من سياسات جاء لصالح الاقتصاد والخروج من الأزمة. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة أيضا في برامجها القاضي بتقليص الدستوريين وإعادة هيكلة الدولة إلحاقا لما حدث بالأمس، حيث أصدر الرئيس السوداني مرسوما بإعفاء مستشاريه حسب ما كان معلن في الخطة، ونحن نتابع التطورات التي قد تحدث اليوم. شكرا جزيلا لك طاهر المرضي مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخرطوم.